منتابع مع فقرة سانتي ودكتور زاري كاسرجان اختصاصي أمراض مسارك بولية والأعضاء التناسلية موجود معنا اليوم. رح نحكي عن موضوع شائع كتير ولكن مش دايما نحن منعرف نفسره وهو الدم بالبول. أهلا وسهلا فيك حكيم. يا هلا شهيتوني هلا بشوي. هلا تفضل بس نخلص الفقرة منعزمك على الغداء. دكتور بدنا نحكي عن أسباب الدم بالبول، يعني هل هو دايما التهاب بالبول بحصة أو رمل أو في أسباب تانية ممكن تؤدي لها العوارض؟ الأسباب هن كتار، اليوم بدي جرب ركز على سبب أساسي. دونك ما رح أحكي كتير عن الالتهابات، الالتهابات كتير قوية ممكن تعمل دم بالبول، تسبب دم بالبول، خاصة الالتهابات المبولة عند النسوان أو التهابات البروستات عند الرجال. ما رح نحكي كتير عنهم لأنه ديجا حكيت كتير حلقات. البحص كمان بيسبب الدم بالبول، بس اليوم كمان ما رح احكي كتير عن البحص، حكيين كتير حلقات عن البحص. اليوم بدي ركز اكتر عن الاورام، عندك عن السرطان بالمجاري البولية. نعم. هلا في شغلة صفة مميزة بدي اقول للدم بالبول، نقطة دم بلونه برميل بول. دونك مش كل البولات اللي عم واحد بس يشوف دم بالبول، مش كل البول مش يعني نزيف، مش نزيف حاد. هيدي أول شغلة. تاني شغلة، هلا كنتوا عم تحضروا سلطة الشمندر بعتقد مع العدس، مش يعني شمندر كمان الأشخاص اللي بياكلوا شمندر ممكن يشوفوا البولات صاروا شوية لون زهر أو أغمق شوي صغيرة، انطر يومين هالشي كمان بيمروا. بس هو الدم شغلة كتير مزعجة. هلا مزعجة ليه؟ لأنه في أوجاع، دونك الواحد بس يبول بحس حريق، ممكن يحس وجع على خسرته أو محل منطقة المبولة، رح يحس إنه رح يبول بكترة، كل شوية لازم يروح على الحمام ليبول كمية صغيرة، وكتير أوقات بصير في حريق مثل ما قلت خلال التبويل. يعني إجمالاً لما بيكون في دم بالبول بيكون في وجع مترافق معه أكترية الأوقات. في أوقات أبداً ولا شيء؟ في أوقات إذا النزيف كان بس نزيف كتير صغير وقتها ممكن ما يكون في أوجاع أو ممكن ما يكون في غير عوارض. نعم. هلا في ميزه كمان، ميزه عم سميها ميزه بس هي بتحصل بالطريقه، اذا بخصوص الامراض، دونك عم نحكي هون الكانسر السرطان، المريض بيشوف الدم ليومين ثلاثه اسبوع اوقات، بعدين هالدم بيختفي، ان كان هو كان عم يشرب كميه مي كبيره او لانه محل الجرح ختم، خاصه بالتوليل المبولي. نعم. دونك بيختفي الدم، وبيختفي الدم على خلال شهر شهرين ثلاثة أوقات، بيرجع يشوف المريض دم مرة تانية، هو بيكون طمن بال بيقول مثل ما شفت دم من كم شهر وراح لوحده، كمان هالمرة رح تروح لوحده وبتروح لوحده. بس هيدا منه good sign. لا، هيدا المرض بهالوقت عم يتطور. دونك هيدي الشغلة لازم بس الواحد يشوف دم بالبول لازم ياخدها كتير جدية ولازم يتوجه دغري عند الطبيب. عم نتلقى اتصالاتكم مشاهدينا على 0464، اذا عندكم اي سؤال تطرحوه او اي شيء شاكين فيه بهالموضوع بليز اتصلوا فينا مباشره على الهواء. دكتور زاري موجود هون لحتى يجاوب على اسئلتكم. لكينا اي عارض ممكن يكون عم نشوف فيه دم بالبول ضروري نتوجه لطبيب، مش يعني ضروري. في شيء بخوف ولكن لنكتشف السبب. مزبوط. والأسباب على طول هلا بالطب موجود، هيك كل ما نكتشف السبب عبكير كل ما العلاج يكون أسهل بكتير. بس دكتور هون عم نحكي عن أي أنواع من السرطانات اللي ممكن تكون عم بتصيب المسالك البولية؟ نحن بنعرف البروستات بالمبولة، شو في إشياء تانية؟ في سرطان الكلاوي. أوكي. ممكن واحد يشوف دم وقت سرطان الكلوي، وكان في كم سلايد اذا فينا نحطهم نشوف كيف السرطان تبع الكلوي هلا ببينوا معنا. هيدي الاباراي العادي، دونك الكلوتين المجريين تبع البول والمبوله، هون البحص بالمجاري، دونك بس يتحرك البحص البحصه تنزل من الكلوي على المجرى كمان بصير في دم بالبول. والسلايد اللي بعده بعتقد هون عندنا على مبول على الكلوي، على الكلوي عندنا الكلوي الطبيعيه هي اللي على الشمال، وعلى اليمين عم نشوف الكلوي اللي فيها الورم السرطاني. نعم. وكمان برجع بقول انه كل ما الواحد كل ما اكتشفنا هالورم عبكير كل ما العلاج بيكون اسهل بكتير. بخصوص الكلوي فينا ما نشيل كل الكلوي، بنشيل بس شقفه من واو. الكلوي، وهالشيء كمان احسن بكتير للمريض وما بيسمح انه يرجع يتطور المرض.
هلا اذا عندنا نيجاتيف مارجنز في تفاصيل طبيه اكيد لا، بس ممكن تكون سيف 100% معناتها اكيد معناته. اكيد وفي متابعه الطبيب لازم يتابع مريضه بطريقه بشكل دائم. في عوارض تانية غير البول الدم بالبول ممكن تبين لنا انه في شيء منه مزبوط؟ لا، المشكله انه الاوجاع بيجوا اخر شيء. اوكي، الاوجاع ما بيكونوا بالاول بالبدايه، مشان هيك الواحد لازم ينتبه كتير. نعم، بس نشوف دم مثل ما قلت قبل شويه، لازم الواحد ما يتاخر ليتوجع. في عمر معين لهالمشاكل هيدي حكيم؟ هيدا العمر انه لازم الواحد يكون بعمر شويه متقدم، بس اللي من 20 سنة كنا نشوف الأمراض للأشخاص عادة فوق 60 فوق 70، اليوم عم نشوفهم عمر بكير أبكر بكتير. هلأ بدك تسأليني شو هن الأسباب؟ مزبوط، الوراثة بتلعب دور كتير مهم، الدخان خاصة سرطان المبولة له دور كتير مهم. سرطان المبولة في اللي بيشتغلوا بالبينتينج اندستري، دونك اللي بيدهنوا دهان اروماتيك، كل هول كمان معرضين، هالاشخاص معرضين اكثر ليعملوا سرطان بالمبوله. ليه بالمبوله بالتحديد؟ لانه الخلايا، لانه هلا بنقول عم يتنشأوا الروائح، بتنشأوا هالشيء، بس الخلايا تبع عضل المبوله، الميكوزا تبع المبوله، هن اللي بيتاثروا كثير بالامين اروماتيك. تفصلنا تفاصيل صغيره. هلا اكيد في الانفايرمنت، تلوث له تأثير كتير كبير، ونوعية الأكل يمكن، نوعية الأكل، ستراس، هو اللي ما عندنا دراسات عليهم، بس أكيد له تأثير كتير لأنه عم نشوف هالأمراض أعمار أصغر وبكترة. دكتور، اللي الأشخاص اللي بيعملوا التهابات بول متكررة، في ناس بيعملوا التهابات بول كتير أكتر من غيرهم، أو في ناس بيكون عندهم مشاكل بحص أو رمل أو غيره بالكلاود during حياتهم كلها، يعني هن أشخاص معرضين أكتر أنه يكون عندهم أورام سرطانية بالمسالك البولية؟ مش بالضرورة، بس كمان الأشخاص اللي بيعملوا التهابات متكرر خاصة بالكلاوي لازم يكون عندهم سبب ليعملوا هالالتهابات بالكلاوي المتكررة، دونك هالأشخاص معرضين أكتر، بس مش بالضرورة من وراء الالتهابات. هلا النساء، النسوان اللي بيعملوا التهابات بالمبولة، وهي شغلة بنشوفها كتير، السيستيت، السيستايتس بالإنجليزي، بالعربي التهاب المبولة، دونك الالتهاب المبولة بس يصير كرونيك، وضع كتير مزعج، بس مش هو اللي بيسبب سرطان المبولة. بس من شو بتصير هالالتهابات بالمبولة؟ بنسمع بشي كمان اسمه مناعة المبولة. مناعة المبولة بس تخف، مزبوط، قولها كتير مزبوطين. بنرجع هي الأسباب، عدة أسباب، النسوان اللي ما بتشرب مي بطريقة متكررة، أو النسوان اللي ما بيفضوا مبولتهم بشكل كامل، مناعة المبولة، الغلاف تبع المبولة اللي بيحصروا البول كمان، بيحصروا البول كمان، المناعة بتخف كتير، مشان هيك العلاج الأحسن علاج هو الكرانبري. بس الكرانبري على الدوز والكونسنتريشن المعينة، مش شرب التوت اللي بنشربه عادة من المطاعم أو في حبوب يمكن كمان، ما هو لازم يكون حبوب كرانبري. شو بيعمل الكرانبري؟ بيقوي مناعة المبولة، الكرامبري بتقوي مناعة المبولة، بس لازم الكونسنتريشن تبع الديلي دوز، الدوز يعني بدنا ناخذها على مدى طويل، على مدى طويل، ومش كل الحبوب الموجودين بالسوق عندهم الكونسنتراسيون اللازمة، وما لازم الكرامبري يكون فيه سكر كمان. اوكي، دونك لازم حتى ما يضر شيء السكر اصلا، لا ما يضر شيء، والنسوان ما بيحبوا ينصحوا اوف كورس، بس اهم شيء لانه بس يكون في سكر بالكرامبري، الكرامبري بيجي على الليفر على الكبد وبينزل مع الخروج، دونك ممكن استفدنا كتير. أوكي، بالنسبة للمشاكل البولية. دكتور، إذا بدنا نحكي كمان عن فحوصات أو تشخيص هالأمراض السرطانية، فحص الدم أو فحص البول أو فحص الدم مع بعضهم بيكفوا لحالهم؟ ببينوا أشاير معينة؟ أكيد لا، دونك عادة بس نشوف، بس المريض يشوف دم بالبول يتجه عند الحكيم، رح يطلب الطبيب فحص دم، فحص بول، بس لازم نطلب شيء اسمه يورو سكان، سكانر للمسالك البولية، وهو اللي بده يحدد، بده يشخص المشكلة إذا مشكلة أساسية كبيرة. حتى عند الأشخاص السكان طبيعي، وهالأيام كمان ما عم نقدر نطلب سكانر بطريقة سيستماتيكلي، بطريقة من وراء المشاكل المادية، دونك عم نجبر نكتفي بالصورة الصوتية، واللي أكترية الأوقات منا كافية. دونك عند الأشخاص اللي مسكان نورمال طبيعي، مجبورين بالقوانين الطبية نعمل مزار ندور للمبولة، لأنه أوقات في التوليل صغار بالمبولة ما بيبينوا على السكانر. دونك هون عم نشوف التوليل تبع المبولة،
بنشوف التوليل الكتير صغار اللي هن كتير سطحيين بقلب المبولة، هو اللي ما بيشكلوا ولا أي خطر على المريض، على صحة المريض وعلى مستقبل المريض، بس لازم ينشالوا ولازم يتعالجوا أكيد أكيد. يعني ممكن توليل ما تكون سرطانية دايما، على طول يعني سرطانية، بس دايماً بالأول بتكون قبل ما تتحول نهائيا على سرطان في عدة إتاب، وآخر مرحلة بس تكبر كتير التلولة ويكبر كتير السرطان وقتها بينتشر برات المبولة. دونك أول مرحلة النضور مثل ما عم نشوف هون ما في شق منفوت من المجرى الطبيعي إن كان عند النساء أو عند الرجال، هو التوليل منشوفه هلا، هيدي التلولة صغيرة عم نشوفها شوي كبيرة ومنعالجها أول مرحلة بالمنظار بالنضور، منروح ومنشيل هالتلولة. هو اللي غير توليل اثنين، وفي فيلم صغير بس إذا فينا نشوفهم، منشيل التلولة بالنضور بالمنظار. قبل ما نشوف فيلم رح أخذ اتصال، نرجع منشوف من بعده الفيديو اللي حضرت لنا إياه. ألو ألو بونجور. يا هلا تفضلي. إذا بتريدي بدي أسألك بالنسبة لدم بالمني عند الزلم مساء المنوي. نعم نعم مساء المنوي أثناء الجماع، شو بيعني هيدا؟ تمام. وشكرا لكم على البرنامج الحلو. اهلا وسهلا فيك. اوكي، دونك الدم بالسائل المنوي دونك بالادف بالاجاكولا ما بيعني شيء كثير، دونك لازم عند الرجال اكيد نعمل فحص الدم تبع البروستات البي اس ا، اكيد في فحص السريري، بس اكتريه الاوقات هو ما بيشكل خطر اكتريه الاوقات. بس شو بيكون سببه؟ هنا دير ريزرفوار خزانين محل ما بيتجمع بتتجمع البذره مع السائل المنوي، اذا صار في كونتراكسيون كثير قويه خلال المجامعه شوية قوية، دونك وقتها بصير في خزق بهالخزانين والواحد بيشوف دم، والمشكلة انه هالدم بيكون متكرر ما بيروح بسهولة. هلا بحالات السرطان البروستات الكتير متقدم كمان في دم بالبول بردون السائل المنوي، بس أكترية الأوقات بس بيكون في عوارض تانية كمان يمكن هون الفحص الدم بيوضح كل شيء. يعني هلا عن جد خبيث المرض انه ما بيعطي كثير كثير كل شيء بنكتشفه على بكير كثير سهل. خلينا نشوف الفيديو اللي حضرت لنا يا حكيم. دونك اول مرحله بالمنظار بنشيل هالتلوله هالورم. هلا على طول الناس ما بيحبوا يسمعوا كلمه ورم او كلمه كانسر، على طول بنقول من هيداك المرض، بس نحن هون مجبورين نقول كل المشكله باسمها. دونك نعم. هيدي التلولة، والتلولة هي تلولة خبيثة دونك كانسر سرطان، مش ما في توليل منن سرطانية او بدهم يصيروا يتحولوا على سرطان. دونك هون بعد عندنا شوي صغيرة بعتقد بنشيل كل هالتلولة ومجبورين نبعتها على الزرع. نتيجة الزرع هي اللي رح تقلنا كيف رح يكون العلاج النهائي. نعم. دونك هو العلاج على طول مرحلتين، اول مرحله بعد الفحوصات المنظار بنشيل هالورم نبعته على الزرع، نتيجه الزرع رح تقلنا شو العلاج النهائي. نعم. ممكن ما يكون في علاج، ممكن ما يكون في علاج بالمراحل البدائيه الاوليه مش البدائيه. نعم. بس في فولو اب، دونك بس نرجع نعمل منظار وفحوصات من طريقه متكرره. نعم. إذا تطور شوي صغير المرض بس بعد ما صاب العضل تبع المبولة في علاج بنحطه بقلب المبولة. مبولة دغري دايركتلي. عدة مرات. بالمنظار كمان؟ نو بالميل عادي. بلو بينعمل هالشي بينعمل بالعيادة، مش ضروري ينعمل بقلب المستشفى. بقلب غرفة العمليات. دونك بنعمله بنحطه بقلب المبولة. المشكلة إنه هيدا الدواء صار في كتير طلب عليه بالعالم. بلبنان لسوء الحظ هلا مقطوع كليا بلبنان. يعني هذا بيكون علاج موضعي، علاج موضعي بس كتير فعال اكيد مع متابعه. نعم. في حال المرض التوليل الكانسر بالمبولة كان متقدم اكثر، في عنا مجبورين نروح على العمليه. دونك هول هن الادويه اللي بنحطهم بقلب المبولة. قبل ما نحكي عن العمليه كمان بدي اخذ اتصال. الو الو يا هلا تفضلي. الله خليك، بدي اسال سؤال بس على بنت الحكيم. نعم تفضلي، عم يسمعك تفضلي. الله خليك، بس بدي اساله، صار له زمان بتبول دم البنت وعم تنصح بتروح عند الحكيم بكندا، بصير يقولوا لها بصير يعطوها مواعيد بعيده بعيده، وقالت لها اذا بدك انزلي على لبنان مشان المبوله. قد ايه عمرها؟ صار عمرها بال50 وبعد لهلا ما فيها، ما هي ما بتقدر تجي معصره
ما في ماده وتجوزها تركها واولادها معها. بس هون اجبار الفحوصات يمكن. اجباري ضروري تعمل. نعم. شو سلامه قلبها؟ ليك كنت رح اسالها السؤال قد ايه عمرها سالتيها انت، يا ريت تجي بتساعديني من وقت لوقت. دكتور هيدي لانه موجودين انتم دائما معنا تعلمنا. السؤال سالتيها قد ايه عمرها ليك على 50 انه لازم تاخذها جديه. اوكي. مش قصه نصاحه، والنصاحه ما لها صله مع الدم بالبول. فهون لازم ضروري تسابر وتعمل تعمل فحص بول مع زرع، في فحص دم صغير، يورو سكان مثل ما قلت، سكانر للمسالك البوليه، ومنظار اجباري ضروريين. دكتور لكن كنا عم نحكي عن علاجات، هالعلاج الموضعي اللي اوقات عم بينقطع ولكن هو كتير فعال لحتى يشفي من سرطان المبوله، شو عنا علاجات تانية وفي كمان عمليه جراحيه؟ في حال المرض دونك الكانسير تطور وصاب عضل المبوله، مجبورين وقتها نشيل المبوله، نستأصل المبوله. هلا بس نشيل المبوله مجبورين نرجع نوصل للمجاري تبع الكليتين، لانه الشخص بده يكمل يبول بطريقه معينه. عند النساء صعب كتير نرجع نعمل مبولة جديدة لسبب واحد، انه ما فينا نرجع نأمن الصمام لتقدر تهدي البولات. دونك عند النساء اكترية الاوقات بنجبر نعمل شيء اسمه وصلة للجلد لبرا على البطن، ناخد شقفة مصران نوصل المجريين تبع الكليتين، في سلايد اذا فينا نشوفه. دونك نرجع نوصل المجريين تبع الكليتين على شقفة المصران ونقرب نوصل شقفة المصران على الجلد، بس اكيد في كيس. خلينا نشوف الصورة تنفسر اكتر. في كيس بيكون عم ينحط فوريفر مدى العمر، ما هيك حكي؟ اوقات نرجع نعمل نرجع نرد لها المبول. دونك هون اللي مثل ما عم نشوف بنوصل المجريين تبع الكليتين على شقفه من المصران، وبنرجع نوصل هالشقفه من المصران على البطن. بس بنكون انقذنا حياه، بنكون انقذنا حياه المريضه، بس حياه جديده بتتغير حياتها كليا، وحياه مزعجه منا حياه هينه. عندي اتصال. الو الو. ايه بونجور. يا هلا تفضل. بدي اسال سؤال لحكيم. اكيد اكيد عم يسمعك، تفضل. بدي اسال اذا عندي تضخم حميد بالبروستاكار بالبروستات. نعم. وباخذ دوايين سيلوزين وبروستاكار. نعم. بس بالمشكلتي انه بالليل عم فيق 6-7 مرات بالليل. والتدخم حميد ما في شيء يعني، بس عم فيق بالليل 6-7 مرات للتبول، كثير مزعوج من الموضوع. اوكي اوكي، شكرا لاتصالك، رح نجرب نجاوب ان شاء الله يكون في طريقة. ما في طريقة لنعالج كليا الوعي بالليل. الأشخاص اللي عندهم سكري هالشيء بيزيد كمان، بس الأشخاص اللي عندهم تضخم بالبروستات كمان بدهم يوعوا بالليل. العلاج بالأرجح إذا عم ياخذوا صار له وقت طويل ببطل يكون مفعوله كثير قوي. دونك العمليه بتساعد ليخفف على القليل على 6-7 مرات اللي عم بيوعى كل ليله، لي مرتين او يعني مره يعني بيشيلوا الورم، بنشيل البروستات هون ما عنده ورم كليا مثل ما بيقول، بنشيلها من جوا، بننظفها من جوا، بنخلي القشره تبعه اذا ما في كانسر، وبصير يوعى على القليله مره مرتين بالليل، وبتصير نومته طبيعيه اكثر. يعني موضوع مزعج صراحه، موضوع كثير مزعج، لانه على المد كل يوم وعلى المدى الطويل، وبيبطل ينام مرتاح، بس الواحد ما ينام مرتاح بالنهارات ما في ينتج كتير، وعدا انه على الانتاج بيأثر على وضع الصحي على المدى الطويل. رح اخذ اتصال. الو الو بونجور. يا هلا تفضلي. بليز بدي اسال الدكتور بالنسبه ل كان ارتخاء بالمبوله. نعم. بتصير عندي مع اذا سعلي ولا ضحك او اذا حملت شيء هيك كثير، شو العلاج او شو ممكن؟ عندك ولاد؟ ايه اكيد. كم ولد؟ ثلاثة. ولدي طبيعي؟ ايه. وقد ايه عمرك؟ عمري انا 54. سلامة قلبك، رح نجرب نجاوب. رح خليك انت تجاوبي. خلص انا بسأل انت بتجاوب حكيم. ليك يا شيخ عم بعد عن الدم بالبول، بس الارتخاء بالمبولة لسوء الحظ خاصة بلبنان من بعد الولادات، النسوان ما بيعملوا كثير تمارين مزبوط ليقووا عضلات الحوض. افتكر لازم يجبرونا فيهم بالمستشفيات. يا ريت لو بيعملوها احسن بكثير. هلا حسب اي ستيج اي ستاد الارتخاء، بالبداية في تمارين فيها ترجع تقوي عضلات الحوض، بس اذا متطورة أكثر صار بدها علاج شقل المبولة. في طريقتين لشقل المبولة، في العملية اللي مثل بتنعمل مثل أمك، بنحط مثل مشد تحت لنعلي المجرى تبع المبولة. هالعملية كنا نعمل كثير منها قبل سابقا، هلا صرنا نعمل أقل وأقل منها، مش لأنه بتعمل عوارض على المدى الطويل. وأحسن عملية هي شقل المبولة كليا. وهون عملية فعالة جدا، عملية فعالة بتعطي نتيجة، وبتنعمل على المنظار كمان، مش ضروري تكون شق.
بس يعني دكتور هون كمان يمكن اذا كانوا فيها التمارين بتتحسن ما هيك برايك؟ اجباري بدي اكيد تعطي نتيجه. دكتور زاري كسر جام بس رح احكي إيه؟ اخر شغله تفضل اكيد اكيد عند الرجال فينا نرجع نعمل مبول جديده مع المصارين خلال اذا في كاسه غير عند النساء غير عند النساء عند النساء كمان فينا نعملها بس ما فينا نسيطر على الكونتيننس على وليه هون مفرق؟ لانه الرجال في صمام ثاني موجود تحت البروستات هيدا بنحتفظ فيه دونك بنشيل المبوله والبروستات وقت يكون في سرطان بالمبوله ومنتشر للعضل نرجع نعمل مبول جديده مع المصارين و فينا نوصل للمشروع تبع البول بكون شبه طبيعيه. اوكي شبه طبيعيه. رح اخذ اخر اتصال لليوم دكتور لانه في كثير اتصالات. الو الو بونجور يا هلا تفضل. كلمتين بس معي حكيمه الله يخليك. تفضل عم بيسمعك. تفضل بونجور حكيم يا هلا. الو الو بونجور الله يخليك. بدي احكي دكتور استاذ بدي عزبك توطي صوت التلفزيون على الاخر لانه لا تقدر تسمعنا احسن. هلا ايه تفضل الحكيم عم يسمعك. شو سؤالك؟ سؤالي انا عامل عمليه البروستات عملوا لي اياها على النضور. نعم. وضل البول ماشي. رحت عند حكيم غيره قال لي موسع لك الصوره الادمنيه. نعم. هلا رجعت حصل البول معي السنه من شي 10 سنين. اوكي. رحت على مستشفى ما راح نسميه. نعم. فتحوا المسالك من دون شيء. كان في التهابات بالبول. نعم. هلا بعدنا المي ماشي ولابسين كوش. يا الله عليك، قد ايه عمرك؟ 77. وقد ايه لك عامل العمليه استاذ؟ اخر وحده تقريبا حوالي اول السنه. سلامه قلبك، خلينا نشوف اذا في حل. عن جد غير سلامه قلبك صعبه شوي صغيره لانه بالارجح خلال اول عمليه الصمام الثاني اللي مش مفروض نقصه وقت او نشيله وقت العمليه بيكون انضرب. دونك عشان هيك عنده عم ببول بس ما بينعمل بطريقه انه يرجع ينضرب. الحل الوحيد هو صمام اصطناعي. والصمام الاصطناعي اليوم مكلف كثير، ما بعرف وقد ايه بيكون نتيجته فعاله؟ نتيجته 100%. واو. وهلا في غير انواع بنرجع نحط نحقن نوع من العلاجات بقلب المجرى بس هيدا الشيء كمان منه دويم. دكتور زاري كسر جان شكرا كثير لك، شكرا لهالتوعيه وموضوع عن جد دقيق جدا ومهم كثير وضروري دائما الوقايه والكشف. مصبت. المفكر. أنا بتشكرك. اهلا وسهلا فيك، رح ناخذ بريك وبنرجع.